تعتبر المنافسات الرياضية مظهراً من مظاهر الحياة الرياضية ومنطلقاً لجميع دول العالم للتنافس على استضافة البطولات العالمية من خلال اهتمامها ببناء أحدث المنشآت الرياضية التي تؤهلها لكسب هذا التنافس. مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، الحلم المنتظر لشباب واعد تحقق على يد رجل كان جل همه أن ينهض بهذه البلاد المباركة وشبابها نحو القمم. إنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي أمر ببناء أهم مدينة رياضية في آسيا والعالم، والتي ستؤهل المملكة العربية السعودية لاستضافة أرفع البطولات العالمية والقارية. لقد أرست شركة أرامكو السعودية العقد الخاص بهذا المشروع على مشاركة من شركتين، هما شركة المهيدب للمقاولات من المملكة العربية السعودية ومجموعة بي 6 للإنشاءات البلجيكية، بعد عملية تقييم صارمة وجولة تنافسية شديدة من تقديم العطاءات والعروض بين شركات عالمية شهيرة، وأسندت مهمة التصميم الهندسي لشركة أروب للاستشارات الهندسية من المملكة المتحدة. تتكون مدينة الملك عبد الله الرياضية من عدد من المرافق الرياضية ذات الطراز العالمي، مثل الاستاد الرئيسي والذي يتسع لستين ألف متفرج، إضافة إلى ملعب خارجي لألعاب القوى بسعة 1000 متفرج، وملاعب أخرى مختلفة، وصالة مغلقة، وقاعة متعددة الاستعمال بسعة 10000 متفرج، ومسجد، إلى جانب مرافق تدريبية وتطويرية في كرة القدم وألعاب القوى، ومواقف خارجية للسيارات. إن فكرة واجهة الاستاد المستمدة من المشربية من شأنها توفير الظل المتناثر على الرواق الداخلي للاستاد، الذي يتكون من 6 طوابق رئيسية تتضمن إلى جانب الطوابق المخصصة للجماهير 18 مقصورة خاصة بالشخصيات المهمة، بالإضافة إلى مقصورة ومرافق ملكية مجهزة بمجموعها لاستضافة أكثر من 200 شخص، مشتملة على غرف للاجتماعات والمؤتمرات. كانت ثقة شركة أرامكو السعودية بالجهود الوطنية قوية من خلال إشراكها بالعطاء لإحدى أهم شركات الإعمار بالمنطقة، وهي شركة المهيدب للمقاولات، التي لم تدخر أي طاقة للبدء مع الشركة البلجيكية لتنفيذ المشروع، وتمت أعمال الحفر وارتفعت الأساسات، وأصبحت عجلة العمل لا تتوقف على مدار الساعة، حيث بدأت معالم هذا الصرح الرياضي العملاق بالظهور، والذي سيعد من أهم معالم المنطقة بروعته وفخامته وحداثته. مدينة الملك عبد الله الرياضية، حلم يتحقق لشباب واعد.